موقع أنا السلفي. فالجهاد هو فريضة من أبرز الفرائض الإسلامية، والهدف الذي يسعى إليه المسلمون لتحقيقه هو حرية اعتناق الإسلام في سائر أرجاء الأرض. كل هدف المسلمين أن من أن يبلغوا هذا الحق، وألا وأن يزيلوا أي سلطة تمنع الناس من رؤية الحق كما هو بدون تشويه. واضح؟ وتخيلوا يعني الإسلام الذي ينتشر الآن في أقاصي الأرض، الإسلام أسرع ويعني أكبر أكثر الأديان انتشارا باعتراف جميع أعداء الإسلام بلا استثناء، وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل، مع أن ما توجد دولة تتبنى مثلا زي دولة الفاتيكان. الفاتيكان دولة مستقلة تماما، وهي التي تتبنى التبشير بالكاثوليكية مثلا. حتى السلطة الكنسية في عامة البلاد سلطة مستقلة ما يتدخل فيها أحد، لكننا يعني كالأيتام على مائدة اللئام. لا توجد دولة تتبنى بالحرف كل يعني مفاهيم الإسلام وتتولى نشره بميزانيتها والتجنيد الذي يفعله النصارى. ومع ذلك أسرع الأديان انتشارا في كل العالم. اليهودية بتنحسر، النصرانية نسبتها ضئيلة جدا مع الإغراءات والأموال واستثمار معاناة الناس بالفقر والجهل والمرض وكل الإغراءات والتنظيمات العجيبة، ومع ذلك لا تقص إطلاقا بمدى انتشار الإسلام. إذن ما الذي ينشر الإسلام؟ الإسلام هو الذي ينشر نفسه، لأنه هو الذي يحمل في يعني داخله هذه الجاذبية التي تنجذب لها الفطرة وتقبلها في يسر ويعني سهولة. إن كان في جهود فهي جهود فردية، فما بالك ما ظنك بقى لو فعلا في دولة إسلامية زي دولة الخلافة فيما مضى وأخذت بأسباب القوة ودخلت هذه البلاد كلها وأزاحت الذين يصدون عن سبيل الله ويشوشون على الدين وينشرون الشبهات ويطعنون في الدين إلى آخره للصد عن سبيل الله، وينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله. فتخيل في قوة تقمع هؤلاء ثم تتعامل مباشرة مع الشعوب، إذن لدخل الناس في دين الله أفواجا. ولا تكررت نفس المعجزة التي حصلت في الصدر الأول حينما أشرق نور الإسلام على أرجاء الأرض ودخل الناس في هذا الدين يعني أفواجا. فليس الهدف إطلاقا، وأي شخص يقول خلاف هذا فهو مغرد وكذاب، اللي هو إكراه الناس على الدخول في الدين إطلاقا، لأن من أكره إيمانه غير صحيح ولا يقبل ولا يعتد به، هو باق على كفره. فالإكراه، الإسلام ضد الإكراه على العقيدة تماما، لا كما يدعي بعض الكذابين. فالهدف هو توفير حرية اعتناق الإسلام في سائر أرجاء الأرض، وتكوين القوة بكل أبعادها اللازمة لدعم هذه الحرية ولحماية المسلمين الجدد.